حديث ريحانة، برنامج يختص بسيرة من حمل القرآن في صدره، من إعداد وتقديم دار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة، إخراج جعفر البكاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية ونجدد اللقاء معكم في حلقات برنامج حديث ريحانة، الذي نستضيف فيه حافظات القرآن الكريم من دار القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة. نذهب إلى فاصل ثم نعود لنتعرف على حافظة هذه الحلقة. عدنا إليكم مجددا مستمعينا الأكارم، نحييكم أجمل تحية مرة أخرى، كذلك نحيي ضيفة هذه الحلقة ونرحب بها أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ست، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بكم. يا حبذا لو تعرفين المستمعين الأكارم بنفسك. أنا الحافظة زهراء فرقد عبد. نعم، حياتي بسيطة، بدايتها في بغداد. بعد أحداث 2007 انتقلنا إلى النجف. خريجة كلية تقنية إدارية قسم محاسبة دفعة 2016. ما كان هذا مستواي، ولكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفعلا كان خير. تعلقت باختصاصي، حتى كنت أتمنى أنه أمارسه من خلال التعيين، ولكن ما حصلت. أصبح عندي وقت فراغ بعد ذلك تقريبا سنة. تعلمت الخياطة وطورت من مهارتي بالكتابة واللغة الإنجليزية. بعد ذلك توجهت إلى حفظ القرآن الكريم ولحد الآن، ولكن بقى بداخلي شيء يربط بين المحاسبة والقرآن الكريم، واللي هو الجذابي لأرقام الآيات. ما شاء الله. كيف تعرفتم على دار القرآن الكريم زهراء؟ هذا كان بتوفيق من الله تعالى عن طريق ناس معارفي، لأنه أنا من البداية كنت علاقتي قوية مع القرآن. كنت أشعر بالراحة النفسية بمجرد قراءته أو الاستماع إليه، والتفكير أنه هذا كلام الله وأن الله يخاطبني عندما أقرأه. أحسنتم. ما كان هدفكم من الالتحاق يعني حفظ القرآن الكريم؟ ما هو الهدف؟ يعني هل كانت مجرد فكرة أو لقضاء وقت، أو يعني ما كان هدفكم ويعني سبب التحاقكم بحفظ القرآن الكريم؟ هو انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. فكان هذا الشيء قربة إلى الله تعالى، وبالإضافة إلى ذلك جوار أمير المؤمنين عليه السلام. فهو الهدف الأول والأخير هو القرآن، وانتمائي للدار ودراستي فيه أعطاني إمكانية أكبر من حيث جودة الحفظ والدراية بأحكام التجويد، وأضاف لي الكثير. هل يعني تطور هدفكم وطموحكم بعد أن حفظت القرآن الكريم؟ هل أصبح لديكم طموح أكبر مما كان عليه بالبداية الهدف؟ يعني الآن أنه نفس طموحاتك وشخصيتك قبل القرآن وهسه؟ ست أكيد، يعني القرآن الكريم ترك أثر وبصمة على شخصيتي. ست غير من تفكيري ومن نمط حياتي. ست يعني صار عندي ثقة أكثر بنفسي. يعني مثلا يعني شلون نقول، جدول الحفظ المستمر وصنوف المراجعة المتنوعة. ست يعني هو من البداية ست، هو القرآن الكريم يعني هو هدف جميل، ويعني هو هذا هدفي. أحسنتم. ويعني هذا هو أجمل هدف. أحسنتم. يعني ما هي النظرة العائلية والاجتماعية اللي وجدتيها بعد أن حفظت القرآن الكريم؟ ست بالنسبة للنظرة العائلية، ست يعني كانت تشجيع بحت. بالي. يعني دائما أمي وأخويا يساندوني، سواء كانوا يعني عن طريق كلامهم أو عن طريق توفيرهم لاحتياجاتي. أما بالنسبة للنظرة المجتمعية ست، لا يعني المجتمع يعني هو
أوسع فراح يكون متنوع أكثر. فيعني مثلا آراء يعني هي مجرد أنه مثلا أكون نظرات محبطة ونظرات مشجعة وهو كذلك. ست مثلا فشلون واجهتيها هاي النظرات؟ ست يعني مثلا أكو يقولون أنه معقولة تقدر القرآن هذا فتشي صعوب وفتشي يعني مادة كبيرة يعني 600 صفحة ما شاء الله. فمثلا أو يعني نوع آخر من الناس يقولون أنه لا عفي عليها والقرآن فتشي كلش حلو وزين تسوي وهيكي. أكو النوع الثالث مثلا أنه يقولون يعني ما بي مردود مادي أو يعني ينظرون نظرة مادية. نعم نظرة سطحية أكيد أنه ما بي فائدة. بس بالنسبة لي أنا هذا كله ما كان يعني لشي لأنه مثل ما يقولون يعني قناعتي تكفيني. كم سنة حفظت القرآن؟ 3 سنوات. كيف كان برنامج حفظك؟ باليوم صفحة وبعدين اتطور أصبح باليوم صفحتين. أحسنتم. هل واجهتم خلال هاي الفترة صعوبات أو يعني معوقات أثناء فترة الحفظ؟ يعني مو بهذا المعنى الضخم بس خلي نقول يعني بسبب طول فترة الحفظ صار يعني أنه مثل التراكمات يعني ست زخم الحفظ ضغط المراجعة يعني ولد أنه يعني أنا بالنسبة لي ما أعرف بالنسبة لباقي البنات ست مثل اللي صار علي يعني تعبت صار عندي تعب نفسي. بس شنو سبب التعب؟ يعني تحسين انه انت مثلا لازم تبذلين جهد اكبر او تحسين صرت مسؤولة اكبر عن الحفاظ على هذا الحفظ؟ يعني وكأنما عندنا تقصير مستمر ايش قد ما نطي نحتاج انه يعني عطاء بعد اكثر من هذا. احسنتم. بس هذه يعني ايضا تعتبر نقطة ايجابية وهو كذلك انا لما يأنب نفسه وما ما يقبل منها بالقليل هذا بعد راح يكون يعني اكثر عرضة لانه يحقق هدفه. بالعكس يعني هسه احنا من كملنا غير هاي كلها صارت ذكريات جميلة. أحسنتم. وست والنتيجة بصراحة كانت تستحق. أحسنتم. ما هو كان الدافع اللي يشجعكم على أنه تتخطون كل هاي الصعوبات كل هاي الإحباطات اللي تواجهكم فترات التراخي فترات الشعور مثل ما هسه تفضلتوا أنه تشعرين بأنه أنت محبطة أنت ما تقدرين تأدين اللي عليك؟ شنو اللي كان يشجعك انه تستمرين؟ ست هو كان الحافز هو الرصيد اللي دا ينضاف لنفسي. يعني مثلا احنا بدينا جزء جزئين ثلاثة اربعة الى ان وصلنا للجزء 30. ست هذا التطور هذا التقدم يعني وكأنما عندك خط نهاية وانت في سباق وراح تفوزين. فهذا الشيء يعني كلش كان يعني تشجيع لنا. يعني أحسنتم. يعني كأنه نقطة مهمة ذكرتيها اللي هي التنافس. نعم. التنافس بينكم بين زميلاتكم شلون كان؟ ممكن تحدثين عنه؟ يعني ما شاء الله كلهن بنات متمكنات وكانت المنافسة قوية يعني المسابقات ضمن الحوافز اللي شجعتكم على الاستمرار. نعم نعم. يعني صحبة القرآن أكيد لها دور. أحسنتم. ماذا بعد حفظ القرآن؟ ما هي طموحاتك بعد أن أكملت الحفظ؟ ماذا ترغبين أن تعملي في خدمة القرآن؟ نعم كان عندي حلم صغير وهو أن يكون عندي مشروع خاص بي إلى علاقة بالقرآن الكريم عبارة عن جلسة ختمات ممتدة على طول العام بمعدل جزء في اليوم بحيث يكون المجموع أكثر من 12 ختمة مهداة إلى الأئمة عليهم السلام 12. ومن حبي لهذا الشيء لمعت آية قرآنية عند حفظي لها حتى تكون بمثابة العلامة أو الإعلان وهي قوله تعالى من سورة الفرقان آية 30 وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني وكأنما مثل اللي بعدين يعني بالبوستر أين أمست أنه أكتب يعني شنو قلت لك إعلان لكي لا نهجر القرآن ندعوكم وإلى آخره لحضور هذه الختمات القرآنية. ما زالت فكرة هذه؟ هي ما زالت فكرة لكن نسألكم الدعاء يعني شكوا بها هذا بمثابة أنه شان أستفز المقابل أو أنه أشجع للحضور حتى يعني كنا نكسب الأجر. أحسنتم. يعني فكرة إن شاء الله نيرة وإن شاء الله تستطيعون تحقيقها وتوفقون لذلك إن شاء الله تبصر النور قريبا إن شاء الله يا رب.
كلمة أخيرة توجهيها زهراء إلى سواء الحافظة اللي ما زالت في طريق الحفظ، أو التي الفتاة التي لم تلتحق بركب القرآن الكريم بعد. يعني أني أدعو مستمعين الأكارم، يعني الآباء والأمهات، أنه يوجهون أطفالهم، كذلك الشباب والشابات، أنه يتوجهون إلى حفظ القرآن، أنه يعني القرآن راح ينور طريقهم، وحتى يقضون وقت أكبر معه، واللي هو يعني يعتبر غذاء للروح والعقل. وأيضا بالإضافة إلى ذلك، أنه الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشكر القائمين على الدار، بالأخص الإدارة الموقرة ومدرساتي والست أنعام بحر العلوم، وأهلي وصديقتي سارة العذاري والعتبة العلوية، وأشكر إذاعتكم على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا لكم. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم. عدنا إليكم مجددا مستمعينا الأكارم. روي عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور. وفقنا الله وإياكم جميعا للنيل من نفحات وبركات القرآن الكريم. شكرا جزيلا موصولا لحافظة هذه الحلقة الحافظة زهراء، جزيل الشكر والامتنان لكم لحضوركم في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. شكرا ست، شكرا لكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وفقكم الله إن شاء الله لتلاوة آياته إن شاء الله، والعمل بها، ونشر علوم القرآن الكريم. آمين يا رب العالمين إن شاء الله ست. شكرا جزيلا لكم أيضا مستمعين الأكارم لحسن الإصغاء والإنصات والمتابعة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج حديث ريحانة. دمتم في حفظ الباري.